السلام عليكم أصدقائي، وأهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم الغاز تيوب. نقدم لكم في هذا الفيديو الغاز منوعة للأذكياء. قبل البدء لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد من الألغاز إن شاء الله. هل أنت مستعد؟ هيا بنا. الاختبار الأول. كم هي فترة حمل الفيل؟ الإجابة عامين. الاختبار الثالث. كم عدد عيون الذبابة؟ الإجابة 5 عيون. الاختبار الثالث. ما هو الغاز الذي تقوم الرئتين بإخراجه؟ الإجابة ثاني أكسيد الكربون. الاختبار الرابع. كم عدد طوابق برج إيفل؟ الإجابة 3 طوابق. الاختبار الخامس. أين تقوم بطولة العالم للبيتزا؟ الإجابة إيطاليا. الاختبار السادس. الدولة التي فيها تمثال الحرية. الإجابة أمريكا. الاختبار السابع. ما هو اسم أنثى الأسد؟ الإجابة اللبؤة. الاختبار الثامن. ماذا تأكل البومة؟
الإجابة كل شيء. الاختبار التاسع. أين توجد أصغر عظمة في الجسم؟ الإجابة الأذن. الاختبار العاشر. ما هو اللون الحقيقي للشمس؟ الإجابة أبيض. الاختبار الحادي عشر. المحيط الأكثر ملوحة. الإجابة الهادئ. الاختبار الثاني عشر. ما هي أضعف حاسة عند الطائر؟ الإجابة الشم. شكراً لكم على المشاهدة أصدقائي الأعزاء. أخبرنا في قسم التعليقات بعدد إجاباتك الصحيحة. إلى اللقاء في فيديو جديد، وتحياتي لكم جميعاً.